في أهم التطورات العربية اليوم، وفي خطوة من شأنها أن تعمق معاناة لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة بعد 9 أشهر على تسميته. الحريري قال عقب لقائه رئيس الجمهورية عون إن الأخير طالب تعديلات على الصيغة الحكومية التي اقترحها عليه يوم أمس، ونقل عنه قوله إنه أنهم لن يتمكنوا من التوافق، وبناء على ذلك قدم اعتذاره عن تشكيل هذه الحكومة. واضح إنه ما حنقدر نتفق مع فخامة الرئيس، وخلال الحديث مع فخامة الرئيس أيضا يعني طرحت عليه أنه إذا بده وقت أكثر لحتى يفكر فيها، فقال أنه نحن ما حنقدر نتوافق، فلذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة.